نعم طبعا طبعا طبعا. هو احنا عشان نقول انه هذا عنف، هذا تنمر، في تصرفات وسلوكيات اربعه هما معروفين. يعني العنف يكون جسدي او يكون قولي كلامي او يكون جنسي او يكون من خلال الانترنت اللي احنا نسميه الابتزاز. هذا كله يعتبر عنف وتنمر. فالسؤال المطروح انه التحرش الجنسي هل نوع من انواع العنف؟ الجواب نعم. هذا خلصنا منه. طيب سؤال ثاني، شلون اتصرف اذا انا عرفت انه بنتي تعرضت لتحرش؟ عادة هذه قاعدة، عادة الاطفال اول ما يتعرضون للتحرش، خلينا نقول اغلب الاطفال ما يتكلمون عن لحظة التحرش. ليش؟ الجواب لأنه أغلب البيوت علاقة الآباء والأمهات علاقة ما هي صحية، فيها توتر. فالطفل لما يمر في الحياة بموقف مثل تحرش جنسي ما يسولف حق أمه وأبوه، لأن العلاقة ما هي صحية. حتى مرة أنا واحد قال لي أنا عيالي كله يخشون عني ولا يسولفون معي. قلت له أقول لك حل؟ قال لي شنو؟ قلت له جربت يوم من الأيام أنك أنت تقول بعض أسرارك حق عيالك؟ كان يقول لا. بس ليش؟ قلت له أنك أنت قدوة، فلما يسمعونك قاعد تقول سر من أسرارك حق عيالك يصير أهم أسرارهم يقولون لك إياها. كان يقول أنا ما فكرت بهالطريقة. قلت له جرب، وفعلا جرب وكانت النتائج يقول لي رهيبة. صاروا يجون وصاروا يصارحوني. قلت لأنك أنت بادرت، أنت بادر بالسلوك، هم يقلدونك. فالآن لما يتم التعرض للتحرش، أنا بفترض هالفرضية ويات، وحسب السؤال أن عمرها 11 سنة. طيب بالتالي البنت لما صارت منعزلة، زين أنا شو أسوي؟ شنو موقفي؟ أنا هني في عندي عدة إجراءات لازم أسويها. الإجراء الأول لازم أعرف حدود التحرش. أكو تحرش خارجي وفي تحرش داخلي، فلازم أنا أعرف الفرق. هذا واحد. اثنين، هل التحرش في نزع ملابس ولا ما في نزع ملابس؟ ثلاثة، هذه بنت عمرها 11 سنة، هل التحرش ياها من بنت ولا ياها من صبي؟ هذا سؤال مهم. أربعة، هل التحرش هو متكرر أم تحرش وحيد يتيم؟ هذا السؤال الرابع. احنا لما نجمع المعلومات إجابات على هالأربع أسئلة، ذيك الساعة نقدر نتعامل مع هالبنت اللي عمرها 11 سنة ومنعزلة. الجواب بالإجمال من غير تفصيل، الخطوة الأولى بالنسبة للأم أو الأب، أول شيء لازم يعطونها الأمان والحب، إن إحنا معاك، إحنا أمك، إحنا أبوك، إحنا نساعدك، لأن هي تعرضت لتحرش، هي خايفة، هي منعزلة، فلازم أعطيها الحب، أعطيها الأمان. طبعاً بعض الآباء والأمهات يتصرفون غلط، يطقون، يعصبون، إحنا ما قلنا لك، ما نبهنا، إلى آخره يعني، بس هذا تصرف مو صح، هذا يزيد المشكلة. هذا التصرف الأول، الحب والحنان والعطف والأمان، هاي واحد. اثنين، نبدي نفهم الموضوع. طيب يا ماما شلون صار؟ طيب شو القصة؟ زين شلون قدرت تتحرش؟ طيب لما هي تحرشت انت شو سويتي؟ طيب شنو ردة فعلك؟ هني أنا أمام موقفين، إما أكون أنا متكلم مع بنتي عن التحرش سابقا وهني أبدي أذكرها وساعدها حتى نعالج الموضوع، أو أني أنا أصلاً ما تكلمت، وأنا عندي حالات وايد الأمهات وأباء ما يتكلموا مع عيالهم أصلاً، وهني طبعاً تصير المصيبة مصيبتين، تصير المشكلة مشكلتين، عندي مشكلة مع الوالدين ومشكلة مع البنت. طيب في سؤال هني، خليني أفترض، وهذه أغلب القضايا كذي، ولد عمها بنت عمها ها يعني في زوارة العائلة صار تحرش. طيب هل أنا أكلم الشخص اللي تحرش فيها اللي هي البنت أو الولد، ولا أكلم أمه وأبوه؟ هذا سؤال مطروح وهذا سؤال جدا مهم. اللي أنا أرى أني لا، أنا ما أكلم نفس الطفل، أنا أكلم الأم. إذا أم تكلم أم، إذا أبو يكلم أبو.
بس انتبهي لي هنا حق الصيغة شلون أتكلم، لأن أغلب الآباء والأمهات عيالهم ملائكة، وأغلب الآباء والأمهات عيالهم ما يسوون غلط، وأغلب الآباء والأمهات يشوفون عيال الآخرين هم الغلط، هم كذي. فالحين شو الأسلوب؟ الأسلوب هو كالتالي، أقول لها والله ترى في معلومة هي كيت كيت كيت، بس أنت تأكدي منها، يمكن صح يمكن غلط. أنا كذي سويت؟ أولا وصلت المعلومة، ثانيا ما وجهت الاتهام 100% للطفل الثاني. بهالحالة طبعا بعض الأمهات والآباء يقبلون هالأسلوب ويبدون يفتحون عينهم ويحققون بالسالفة. وأنا عندي قضايا وايد قدرنا نوصل حق نتائج إيجابية بهالموضوع. في إجراء مهم بالنسبة للشخص العدواني، الحين البنت هي الضحية متحرش فيها، المعتدي يفترض أن يتم فصل بين الأثنين، يعني حتى لو كان مثلا زوارة العائلة لازم ما يشوفون بعض على الأقل 3-4 أشهر على الأقل، نبعدهم عن بعض، أو إذا نبيهم يشوفون بعض يكون أحد كبير موجود حتى نضمن أنه ما يتكرر التحرش مرة ثانية.